معك جمال، 25 سنة. خويا القصه ديالي مع الوالدين ديالي، الاب والام ديالي. اعتبر اخويا منذ الصغر، يعني سنقول لك منذ يعني سن ديال 11 عام 12 عام، ترعرعت واحد العائله في حكم بداو كيبانوا ليا شي حوايج ديال شويه العنف. وهادي انا ما بحكم صغير تتمارس عليك شويه العنف، فاني تقول لك عادي عائله. وهادي طورت الحاله وصلت للنيفو 4 9. انا شخصيا بحكم شي حاجه سميتها القرايه في المدرسه دخلت لي دماغي، بحكم عزيز عليا شي حاجه في طرافو ديفير، يعني الاشغال المختلفه في البني وهاد المسائل ديال البني. انا عزيز عليا الدومين، قلت اللهم نخرج نتخصص فيه احسن لي ما نكمل في القرايه، يعني ما غنكملش فيه، اللهم انت ندير تخصص احسن ليا. تما اخذت قرار انني نخرج ندير تكوين مهني في الكاتريام، وجبت واحد النقطه اللي هي نكون معك صريح، نقدر كاع نقولها اللي هي تسعود، يعني كاتريام تسعود قد سنقول لك. تما كنتفاجئ بواحد واحد العنف يعني جسدي ومعنوي من الوالد ديالي شخصيا، اللي كيتمارس عليا اخي فهمتيني، اللي وصلت الحاله للدم والشرايبات. ما انا حاليا يعني في ذاك الوقت يعني داز عليا ذاك الشيء وزاد حقدني، حكم كانوا شي حوايج قبل ما عليناش اسيدي. دازت الكاتريام، خرجت من القرايه، حاولت نقنعهم باش نمشي لتكوين مهني. سخر الله بديت في واحد شعبة درت كالي فيه، بديت بديبلوم ديال تقيل بديت بيه في الأول. داك العام يا أخي بدر شنقولك داز كل عذاب وتكرفيس، تمر علاش حيت درت واحد الحاجة اللي غنبغي نكمل فيها، بحكم ما كان لا مصروف ديال ترونسبور ولا مصروف ديال تا حاجة، يعني تمن الحوايج هادي من صغرك. يعني أنا تنهضر معاك من صغر، تنصرف على راسي راسي، تنخرج تنبريكولي باش كندبر بعدي، بحكم أن والدي يعني ميسوري، الوالد ميسوري، يعني ماشي شي واحد اللي مخصوص ولا هادي فهمتيني. ولادك راه ولادك أولى أنك تصرف عليهم تهلا فيهم، وأبسط الأشياء هما حويجات يعني ما عليناش أسيدي. ناس داك العام في العذاب الأليم، دخلت أسيدي مرة مرور الكرام تكرفيس في الشتا والصيف، يعني داز داك العام خديت الدبلوم. تما انا من صغري سبحان الله العظيم طايحه ليا فكره ديال اني ندير شي حاجه ديالي، وفي الدومين يعني في الدومين ديال البتابي باتيمون طرافو بوبليك لي دي طرافو. يعني انا باش تاخذ قرار من صغري انني بغيت ندير شي حاجه ديالي، قلت خصني ندير شي مشاريع باش نتحرك، يعني شي حاجه اللي يبغى صماخش. خديت داك الدبلوم، خرجت اسيدي شويه لي ستاج شويه تما، راك عارف ان كوم كوا جون كيبدا من صغير شي شويه ضروري غيتحربن وغدوز عليه تمارة وغدوز عليه العذاب الأليم. هادشي الحمد لله كنستافدو منه بعد سنوات، الحمد لله ونشكر روحي تخدينا تجربة. ما عندناش واحد العام أخرى داك الأستاذ جزاه الله خيرا اللي قريت عنده جرني، قال لي ولدي حيت شافني أكتيف شوية، قال لي ولدي كاين واحد لابغون في زوينة أخرى، إلا بغيتي تطلع بالرتبة ديالك تاخد تكنيسيان قال لي تنفعك هي في نفس المجال. واخا كلمته فعلا مشيت ليعقوب منصور، مشيت اسيدي قريت عامين وغتبدا عاوتاني قصه ديال معاناه اخرى، كما كاين مصروف في الاول وتتقرا خصك توفر المصروف وهادي ترونسبور. المهم واحد العذاب الاليم اخويا، المهم واحد العامين دازت تبارك الله وصلى على النبي، شنقول لك يا سلام، دوزت الحرب والقتال ومشاكل مع الدار والهوات والصداع والروينه وواحد المرض. المهم مرات وتقاتلت ودبرت في الستاج وستاجي، تحاربت وكنت كنخدم وتنقرا وتنستاجي، ما دازت الحمد لله خديت الدبلوم. الخلاصه ديال هاد 4 سنين يعني عام ديال الدبلوم الاول والعام ما بين الدبلوم الاول والثاني وعامين ديال الدبلوم الثاني، يعني 4 سنين خرجت بعصاره في دماغي انني خصني ندير شي حاجه ديالي، وطاحت فكره وقتاش حكم كنت تحت عيان. من بعد ديك المده تقربت نسالي القرايه ساليتها، خديت الدبلوم طحت عيا، والد ديالي بحكم خدمته طحت عيا، مشى دوز ليا طلبوا لي واحد المبلغ ديال الفلوس، قالوا لي خصك شهاده مدرسيه لولدك باش تاخد تعويض. انا غنبدا نبين لك ان داك السيد اللي هو انا وليت اسميه بليزيكس الله يسمح لنا، حيت
يشرح معهم كيفاش كذا. خصو تعويض، خصو اتيستاسيون ديال شهاده مدرسيه باش يقبلوا لي دوك الفلوس يردوهم لي يجيبو طمعو ما يدير. انا تخت قرار قلت غير نمشي نضحي بواحد العام اخر نمشي نقرا عطيه ديك شهاده مدرسيه قد بها غير باش ما يبقاش يصبخ ليا مخي صافي. ما ليناش سيدي مشيت واحد سونتر تي سونتر ديال لو في بي تي سابل لو في بي تي شاسيدي درت لانسكريبسيون تقيت دوز 3 موا ديك لا برونش شفت راسي ما زدتش عطيتو ديجا في الدو موا الاول عطيتو لا تيستاسيون شفت راسي ما زدتش حبست وتما باش حبست بسيمانه كنرجع للسونتر نشوف الدراري لقيتو نانونس ديال فورماسيون في لا جيستيون دونتربريز سير مشروعك الخاص اولا المقاولات اون جينيرال. انا عجبتني الفكره سولت واش فابور قالوا لي وي قلت لهم غنتقيد هي مرحبا هذيك سيدي مشيت تقيت في لابونش عجبتني هذي فيها واحد شهرين تونكاجيت فيها قلت هذي قلت هذي من الدار هذيك قلت لهم ما غنكملش بعدي ما كدبر راسك ما عليناش مشيت سيدي بديت لا فورماسيون كملتها وفي ديك البيريود كريت واحد لاكار دو دونتربرونور اللي تسمع بها المقاول ديالي علاش؟ حيت في ديك البيريود بان لي شنو خصني ندير وبان لي شنو باغي ندير وكنت نتراسي ليه من قبل هو واحد لامتي سيرفيس ديال انني نبقى نشد دويرات خصهم يتصلحوا هادي بكلشي بالماء بالضوء بالصباره نبقى انا نتكلف كونكو سيرفيس انا كنتكلف بكلشي يعني عندي دراري صحابي كيخدموا في الدومين هادي انا جيت بفكره يخدموا معايا الناس ونخدم انا وتمشي الفكره وعلى مر السنين ان شاء الله تطور وديفلوبا وتولي شركه كبيره هذا هو الطموح والحلم ديالي. ماشي سيدي كملت ديك لا فورماسيون خديت الكارد دو دونتربرونور خرجت ليا فرحان علي ساليت لا فورماسيون وتاخذت قرار انه مع العلم كنت ندير محاولات من قبل ديك كارد فيزيت دي فلاير هذه بادي في البروجي ديالي قلت غنمشي ندبر في اللوكال ساليت بعدا في داك السونتر مشيت درت بريزونطاسيون للبروجي ديالي عرفت على الناس ديال العماله اصدقاء الناس الموظفين كلشي 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 يعني بغيت ندير واحد ليطاب باش نزيد للقدام يعني باش انا نحاول نخلق شي حاجه من لا شيء ونبدا باش نقسم الله واخا نبدا غير بشويه نبدا ما عندناش سيدي درت ديك لا بريزونطاسيون بروجي الحمد لله حضروا واحد الكله من الناس كوكو بدايه قلت ماشي مشكل دازت تخت قرار اخر انكري ان لوكال يعني واحد محل صغير واحد لامارت اللي تكون قليله ونمشي نبدا فيه المشروع ديالي ندير فيه بيرو كونكو بيرو ديك سوسيتي وعلي درتو سيدي باش درت هذاك البيرو تما تبدا واحد القصه اخرى ديال نقير والصداع والمشاكل والكره وكذا 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 اللي كانوا ديجا من طرف الوالدين دو الوالدين وغتعرف واحد تسمع دبعا باش تبدا القصه ديال فسح ما عندناش سيدي كريت لوكال صلحتو بيديا وكملت الدومين تسكي اميناجمو على يديا يعني داز بالصهير وبالتمر وهذه كلشي داز على ظهري لوكال كان بواحد لامارج ديال 550 درهم بار مو صافي غير دخلت ليه اونكاجيت وما عنديش وكنت جامع واحد البركه وكنت المهم باغي نديماري في سيدي خاصني 500 درهم ذكرى داز شهرين خلصت خاصني 500 درهم ذكرى باش درت لوفيرشو خاصني 500 درهم ديال الذكرى حيت ما عنديش باش نعطيها السيده واحد العشيه كنجي اخي بدر الدار تندق على الوالده حلات السلام عليكم وعليكم السلام خاصني 550 درهم ديال الكرا الله يرحم باك عاونونا كذا وانت قارتينا وانت هادي وانت هادي والله وكذا بصح انا نبقى نتسلفوا لك ونعطيوك مع العلم الاشاره فقط الله يرحم والديني باش تكون علمك السي بدر ان عمره ما تقوني بالريال باش كنا متفقين هادشي كيعرفوه لا فامي لي زعما الناس كاملة كتعرف هادي الحمد لله انا تنحمد الله ونشكرو الناس يعرفوني اش كنت الحمد لله بدون تكبر بدون تفاخر ولكن تيعرفوني الحمد لله اش كنت انا بغيتها كنمشي نجيبها بدراعي ما عندناش شي انا في حالة غضب في حالة اللي انا واقع في واحد واحد لوكال اللي فهمتيني يعني اش نقول لك ازمة وربي اللي عالم بيا والسبان والعيال تنزر داك الباب ديال الدار تنخبطو وتنخرج علاش كنجري في الثاني بكير ربي لي عين بيا صافي ما على هادو شنو درت ليهم انا علاش يعكسوا ليا واصلا معكسي ديا في البروجي ما باغينيش نديرو اون ديبار شي من ديبار ما باغينيش نديرو
ما عندناش اسيدي هي هذيك محتاجه غنخرج نمشي عند واحد السيد الله يرحمه ويوسع عليه في هاد الحوايج من لافامي. جلست معاه سوا الطابل قلت ليه عمي فلان قال لي ياوي قلت ليه نكذب عليك انا راه ربي اللي عالم بيا راه شنو كاين شنو كاين شنو كاين قال لي ولدي داك باك راه ما غيعاونكش هذاك باك وداك مك راه ما غيعاونوكش ما غيديروش معاك الحلو سير قلب على راسك ولدي سير شوف شي حاجه ديرها سير طلق منهم سير عيش حياتك هي راه تبقى عايشه في العذاب ما عليناش انا خليت ديك الهضره ديالو على الشيطان مشيت دخلت دخلت كيبدا عاوتاني نكير المرضي هادي وانت ما خبغيش تريح ما بغيتي تقرا ما بغيتيش دير مع العلم السيد اللي هو الاب ديالي اللي هو موظف في بارونتيز بلا ما نذكر الوظيفه تيجيو فرص ديال انه تعطاني انا خدمه وما كيعطينيش كيعطيني بالفم ديال واش تخدم اه واخا واش تخدم اه على مر 3 سنوات ولا 4 وانا كنتسنى والو كيجيو دي زوف عباد الله تخدموا هذه وانت موت طردك حماق اللي بغى يوقع لك يوقع لك ليسونسيال خصو هو يبين للناس انا ما بغيتش نخدم اي تيجي يقولها ويمشي ديك العباد زعما راه قلتها لك راه انت ما بغيتيش تخدم ويجي يخلي عليا ديك اللومه وانا باش كنطيح مع الناس كنشرح لهم الحمد لله هكا تنقول لك راه كيجي راه ما كاين والو اي تيجي هو عود الكذب تيقول للناس حقا راه ما بغاش يخدم ديك الخدمه ما بغاش يخدم وانا الحمد لله بلا بيرة تنمشي ندفع على راسي ما عندناش سيدي هي هادي وديك الغوات وداك الحر خرجت من الدار تخت قرار مع راسي انا غنخرج وما حاش واش غنرجع لانه واحد الحال وصلنا ليها ربي يعني. داك لوكال كان فيه بيرو اسك توسكي ديكوراسيون ديال لوكال وشو سبحان الله العظيم انه كانوا حوايج تما على علمني الله غتوقع شي حاجه حوايج تما وكانت كتزامنها انه مزراو عليا من الدار وخرجت مشيت لك لوكال وغنقول لك تروا مو اخي بدر مريح لا مصروف لا والو وغنفاجئك بحاجه اخرى انه من بعد 15 يوم غيجيو لوكال وغيسكسطوا لي كل شيء خلوني عند الدس والو والو لا حوايج لا ماتيريال لا والو نتا داك لا مارج اللي كان عندك الماتيريال داكشي باش ترزق الله تا هو حيدو لك كيفاش تحسبوا كاع ديال اني ما عندي والو والو وكاس ومزرين عليك كي غدير ليها ربي اللي كيعلم ما عليناش اسيدي جلس مع راسي قلت انا خصني نلقى الحل كانوا 3 الناس واحد السيد مول البوتيك والسيده ولاد الكرا والسيد دروغري صاحبي في ديك الكارتي اللي انا ساكن فيها مشيت عندهم قصدتهم مشيت للبنكه بعد اول حاجه خديت ان كارني تشيك كارني اللي مقطع منه 3 الاوراق وزيتهم وقصدت كل واحد مشيت عند مول دروغري قلت لي خويا راه نخدم عندك ماتيريال باش نخدم لا غير قلت لها عندك واحد الشيك تخليه عندك بحكم راه تنعرف داك السيد معرفه حقانيه قلت لي تخليه عندك كونكوا ضمانه نقدري ندبر في الفلوس نجيبولك نجيب لك فلوسك تعطيني قلت لي صافي بحكم كونفيونس بيناتنا كذلك مول الحوايج كذلك مول هاد الكلام يعني كونفيونس ما كاينش ما عندناش اسيدي دوز ديك بيريود ديال 3 شهور نقول لك العذاب الاليم عندك سيريال وتخيل معايا عندك ذات بروجي مخربق عندك شويه ديال الكريدي ومزير تنطيح فوق هذه الماء بعض المرات وتلقى ما تاكل ما تضرب وهادي صابر دزي لي الهدف في داك لوكال بحكم في الشهر وفي الوقت اما واحد الروينه واحد الحريره ربي اللي عين بي دزي لي الهدف الان من بعد ديك 3 شهور شيوقع غنتفاجئ انه في واحد الصباح اجيو عندي جوج الناس داك السيد اللي باش خرجت من الدار مشيت عنده داك السيد اللي هو با وغيجيو عندي شغيقولوا لي تيدقوا فلان وي بغيناك شنو بغيتوني انا ما نحلش بغيناك بغينا نهضروا معاك انا نطق داك السيد اللي هو مع الوالد قال لي ولدي انا دابا جيت انا تا كتعرفني وكتثق فيا غير حل راه يكون غير الخير وهادي حليت لهم قلت لنا سوق طابل ولدي الله يرضي عليك هذا بواك هو قدام قول شنو بغيتي قلت لي انا ما بغيت والو قلت لي انا بغيت غير تيقار خليني ندير شنو بغيت هادي يعاوننا غير بلقى قلت لي راه 500 درهم قلت لها علاش شنو 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 فرشت لي كلشي اون بليس دو سو كان مود باس هو مود باس اللي انا ما غنذكرو صراحه مود باس اللي ذكرته في ذاك النهار اللي خلى هادشي كامل غتعرفو من دابا للقدام باش ذكرت داك المود باس داك السيد اللي هو الاب ديالي مثل حقا وحنا وباغيين الخير وكدا
عطا داك التمثيل ديالو. انا سيدي هذاك السيد اللي لافامي قال لي اشمشي مع باك الدار ما يكون غير الخير. انا قلت عليهم في سيرطا قلت لهم راه الشكات شنو درت بهم واش ما درت بهم واش حطوط عند فلان وفلان فلان ثلاثه لا غير. قال لك واخا غيسير غير يفك لك داك الشيء ريح مع داركم وهادي ونهى الشيطان في الراجا كري. مشيت اسيدي نقول لك سيمانه اخي ما درت باش تنسى ليا ربي شهد عليا الهواس هادي الله ياخذ فيهم الحق اخويا. الا غنقول لك سيمانه صاحب الوالد صيفط بالطوموبيل هزني من الدار حكم الحاله الصحيه حيت انت راك عارف انا بنتي ضعاف مشاكل صداع نسد شويه صيفطو هزني من الدار باب الدار وغيديني المستشفى العمومي والمستشفى العمومي حداه مستشفى الامراض العقليه هو الرازي ابن سينا وداني لي اخويا وتبتوني بديك المساله ديال انهم غيديوني باش يدوزو ليا دخلوني المولى عبد الله هي هذيك دخل بالطوموبيل ورجع اللي غير رجع اي باركيها شانطي وغيبتني وقول لي ويا الله كلي فين قال لك يا الله انا تايق فيهم يعني الثقه في انا داك السيد داك ليكس داك الحمار حشاك سمح لي قلتها بهاد لا فاصون اش داك السيد تقت فيه ماشي اهل الثقه فاذا كنت فاز كندخل الناس شويه صافا باشي شي تيغوت شي تيضرب انا ما فهمتش والو انا فلاش ديال باقي صغير تنقول لك هادشي بدي من 17 انا ما عارفش كاين انا تايق فيهم مشيت معاه مشيت اخويا بدر تنتسنى برا دخل هو نقول لك سمعت اكسبيدا يا الطبيب 5 دقائق بالضبط حسبتها هذه والله الا حاسبها قسم خرج دخلت انا عند الطبيب قلت لي اش واقع بحالك قلت لي اش واقع شنو كاين قلت لي اش كاين يلاه بغيت نبدا لها القصه سمعتني بديت كنقول داك الشيء داك الحقائق ودوك الواقع الصادمه قلت لي ستوب عمرت لي ورقه مرات لها مفيش شي دوسي كبير ومدى جولي كي صافي سير كنخرج مع الباب كيعطيوني شي جوج حبات كنصرفهم وكنمشي للدار تما خويا في داك الصباح شي بالليل مع 12 الليل باشونس في الصباح مع 10 ونص 11 عرفت شنو خرجت ندير غير برا ودخلت للدار لقيت شي واحد ما عقلت شي واحد شي واحد كان جالس مع مالين الدار وكانت الوالده بوحدها تعطاني كاس ديال البنان اخي قدر كاس ديال البنان بالحليب حيت عزيز عليا شربته تما السلام عليكم نقول لك قليله واحد العام ونص مع قش على راسي عام ونص مع والديك والديا اخويا والديا وتخيل معايا في عام ونص اقسم بالله دري صحابي الناس اللي كيعرفوهم اللي كيعرفوا الجامع كلشي كيسولو الدنيا تقرب لها لا باج فيسبوك كيسولو فين مشى او سيد كتا من هنا تجاز كورونا جات كورونا بديت كنمشي مع ديك السيده اللي هي تقول انها الام ديالي زيد جريمه على جريمه مع الله سبحانه وتعالى بحكم دايره النقاب كانت مشيت تدخل صاحبي عند طبيبه اللي كدير معايا السي في في داك المستشفى الخبار في راسك كانت اخويا كتمشي وكتدخل وجهها مخبي بحكم دايره النقاب تنقولها للطبيبه منيتي انا تنقول لها اختي الله يخليك هادشي راه قهرني وبحكم كانوا دازا في سكوندير ديال داك الزبل اللي كانوا تيوكلوني ديك عام ونص تنقول لك راه ما عاقلش راسي نهضر معاك دابا راه ديك المده راه ما عاقلش العام تمحات ليا من حياتي تخيل معايا ديسك دور ديال كانزو حيدتي منو حارك هي هذيك تنجلس معاها تنقول لها الشريفه راه هادشي راه قتلني راه حكم تي ينفخ داك الزبل تولي اخويا دماغك راه ما دير حتى حاجه في حياتك داكشي ديال الحمار فهمتيني يعني شي حاجه اللي بزاف تنقول ليها والو كتجلس مع الوالده تخرج انا تجلس معايا هي داكشي على موالي يعني ديك الحال اللي فيها انا باقي فيها وسبحان الله العظيم غتجي كورونا قسما بالله والله شاهد هادي اليوم ما صمتش بسبب داك الزبل قاب حق انت راك مريض نجي اخويا بدر باش يقلبوا ديك القصه كامله ربي ديك انت راك مريض وربي شاهد عليا وداز كورونا وعلى داك المهل وعلى داك الموال
وبقيت هكاك معذب. تخيل معايا معذب العذاب الاليم يا خويا، بهضر لي لازم يا ربي شهد عليا، راه ما بغيت ربي ما يسمحش ليهم في هذا البشر. دازت اخويا ديك المده غنقول لك تحلو لي شويه العين، وبديت كنتحرك. انا عقت ان داك الزبل هو اللي تيناسني تيرخيني كدا، وليت كنقص منه بوحدي. تنقول لهم والو حكم بدا تيوركوا عليا، تيشدوني تيخشيو لي في الماكله في الاول شويه تابعيني. مسألة جريمة أخرى فكرتيني فيها، عقلتي يما الراميد كانوا تيعطيو بها 400 درهم، عقلتي في كورونا الراميد الراميد في خبارك دار ليا بلا سميتي بلا كنيتي، ما سنيت ما بصمت ما والو، طلع ليا الراميد. علاش هذا دابا مصاوب ليا الراميد باش يمشي يدخل لي داك المستشفى الأمراض العقلية ويخلص 60 درهم ويبروفيتي، ونهار تعطات 400 درهم ولا 500، أقسم بالله كان تيجرني. تخيل معايا مبنج بداك الزبل وتيجرني تيديني وفا كاش ويسترينيو وتيقول لي سني بالقوة بالعنف، تيعنف وتيقول لك سني، تياخذها تيديرها في جيبو تقول لك باش نخلص لك الدواء، الدواء ديالك الله أعلم. كمل لك أخويا البطل. دازت ديك المدة أنا نقول لك بديت كنعيق كيما تنقولو، بديت تنقص من داك الشيء أنا شتو تيخليني على سنفيق مرتاح. كنت نفيق حتى 12 جوج، وليت كنفيق مع 9 العصر. قلت اخر نيت واحد الحبه واحد شويه افكر بكل شيء برك على قليب. اي واحد دابا تسمع واش القصه لكم فيها الكونيكسيون جمال؟ جمال مرحبا دابا مزيان. كمل اخويا جمال كمل. قلت لك خرجت لعند يعني خرج بديت نتحرك وغادي يسولوني الناس فين غبرتي هادي تسويت راهي كنت مريض. انا علاني جيت نقول كنت مريض. تلقى البارح يطلق معايا تقول لك واش الشريفه كنا تنقلبوا عليك في لي باج نسيت غبر شنو. انا عادي كنستوعب وغاتوقع واقعه زوينه بزاف ربي سبحانه وتعالى كثير اخويا. انا غنجلس مع دري صاحبي ولد الكارتي جالس معانا صديق ديالو يلاه فارماسي جيرو فارماسي، كنجبد داك البو من جيبي وشو سبحان الله العظيم حنا علمني الله داك البو ديال داك الزبل ديال الدواء كنجبدو من جيبي وكنحطو سيغ طابل باش غنكونسومي منو، حيت وحده كانت تكاويني وحده شويه كنت نقرص منها تنقول انا راه صافي فهمت تناكل على نيتي. قال لي شوف داك الشيء دار فيه هو يدور عند صاحبي. قال لي واش الدري واش مريض؟ قال لي لا سيد راه تنعرفها. قلت له شي كونسومي الزبل هذا؟ قال لي هو يقول لي ما هذيش هادشي. قلت له راه حقا طبيب انت شنو طبيب اصاحبي سير حيد لك الزمر راه غيحمقك ولا يخرج لك. قال لي بعدا لي زفاد القلب وفكرتيني لي زفاد القلب سكوندير يعني القلب تيضرني بحال تدق لي فيه لي باري اون بليس دو سا حيده في اليدين تيليفون ما كانش يبقى لي في يدي شديت التليفون يطيح لي من يدي يطيح. هذيك السيدي قال لي اشنو اشنو هو يشرح لي. قال لي شوف سير دير ريسيرش في جوجل وغتقرا وغتفكرني وغترحم لي والديك. قلت له واخا الله يرحم والديك. فعلا مشيت جلست وقلبت قريت صدمت اخويا بدر صدمت. لقيت داك الزبل اللي كانوا تيعطيوني ديال الناس اللي كيديروا شنقول لك دي رياكسيون يعني شنقول لك حركات اللي تيضربوا تيغوتوا فهمتيني الناس اللي صرابه واه شي كاين راه حماق وي ماشي قتلك ماشي هادشي كان تيقتلك ما دير والو يعني بهادو الخطه ديالهم انهم كانوا بغاو يطيحوني في الحفره باش نموت ويساليو من داك الصداع ديالي ما نبقاش انا هادشي كامل. علاش؟ حيت كنطالب بالخدمه صافي تطلب غير باش ترزق الله تاكل خبيز حاله طيبه تبدا مستقبلك تبدا اللي شحال من واحد باش كيسمعونا اباء حاليا اللي شحال من واحد كيطلب ولدو او عفوا كيطلب ولدو باش انه غيدير وما يخليهش صاحبي حشومة عيبة. تخيل معايا يوصل الإجران ديال أنه يردوك حمق ويوكلوك لأدروك باش ما تخدمش باش ما باش ما تلبس شي حاجة زوينة بحكم كتلبس شي حاجة زوينة كيبغي يقتلك أصاحبي. تخيل معايا كتمشي تشري غير صباط 150 درهم ولا 140 درهم تيتقطع لك واحد ما تيحملكش يقول لك أنت كتطب بالعاقة أنت ما خصناش نبقاو نعطيك أنت داير أنت فريق أنت تارك. وصلت لواحد الدرجة ديال أش نقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما علاش اخويا بدر هي هذيك. انا عقت بداك الشيء بديت كنقطع تدريجيا وانا كنقطع ديك الفتره والله الا اش نقول لك
عانيت بزاف بحكم طاحت ان الاعصاب ديالي داكشي ولا كيلعب عليهم فهمتيني بحال ولا بحال ادمان ولكن الحمد لله داك السيد عتقني حكم قالها لي قال لي راه الزبله درا ادمان اللي غتحاول تدريجيا تبقى تحيد بشويه بشويه وما تقولها لتا واحد قال لي وفعلا وليت كنشد دوك الحبات كنديرهم في بعض المرات في جيبي في الدار كنت جالس في الدار كنت برا كنلوحهم برا في الطواليط اهزك وفيلم غادي الى غادي يجي رمضان سيدي ديال 2022 العام اللي فات ما عليناش قبل من رمضان بدينا 2022 في شهر واحد في شهر واحد تنعقل بديت ديك الساعه يعني قطعت ديك الزبر بدات تترجع الحياه المجاري كيما تنقولوا بديت كنتحرك وهادي واش كتاكل كيسولوني واش كتاكل كناخذ وكنمشي نجيبهم فرماسيا وهما كيخلصوا انت اللي تمشي تشري انا اللي كنمشي نشري بحكم عقص وليت انا كنمشي صافي حتى عقص الحمد لله ملي كنمشي كناخذ البوط نديرو في جيبي كنحسب الايام على با بارتي كل 3 جو تنحيد دوك حبه بونس بونس كنلوحهم صافي والايام تمر واحد شهر واحد المهم بديت كنتحرك خرج بدا كيضربني البرد كنتقهوى مع الدراري هادي رجعت للريتم حكم تهضر معاك عبد ربي اخويا يطرب وزارتي في بوريا هذا ندير ديز اكتيفيتي ديالي كندير تنخدم ديجا وكاست المهم نرونها كما تنقولوا الحمد لله وليت كنخرج كنخدم ترجع عادي انا حسيت ان الحمد لله تحسن الوضع ديالي يعني كندخل مصيريف هذه وصل رمضان ديال 2022 يعني البيريود ديال 4 شهور 5 شهور تحركت شويه ما شويه الفلوس ما كنبينش ليهم انا انك مشات الخرج هز واحد سويك صغيوار في البارطاج سكي بارطاج ديالي داك الشيء ستور صافي السلام عليكم وفي رمضان نقول لك 20 يوم في رمضان بحال اليوم ولا البارح تاخذت قرار غنمشي نسافر نفوشي شويه ما عليناش انا ديجا حيدوا لي بعدا الكارنيتشاك الاول باش نهضروا على الكارنيتشاك حيدوه ليا تقطع هذاك مشى صافي قدامي تقطع تفرتت ولكن في المرة الثانية اتخذت قرار بغيت نمشي نكري طوموبيل وبغيت نسافر غنمشي نخطو بحكم عندي بيرميتاج عندي في 2016 الاخر 2015 نسوق الحمد لله قلت غنمشي نخطو طوموبيل وغنمشي نفوشي شوية المهم خديتها نقول لك بقى 10 ايام العيد صغير اولا 7 ايام المهم سيمانة خديت سيدي ديك طوموبيل مشيت سافرت بها فلوس ديال من ديالي الشاك ديال من ديالي يعني انا باش كنمشي اوكازيون فواطير اخويا بهضر بيني وبينك وكتحط شاك وكتحط اون افونس باش لما عطيتيهم شاك يعطيوك طوموبيل بيزونو والله ما يعطيوها لك ولو تحط ونديرو افتراض اخر بيني وبينك غاس تمشي تحط ان شاك واش غيعطيوك طوموبيل ما حطيتيش فلوس ضرو كيفاش انا باش مشيت عند السيده قلت لها الله يخليك راني بغيت طوموبيل قالت لي مرحبا شفت ان جون كذا قالت لي بغات واحد شويه عطيتها كارت فيزيت لها اختي راه السيرفيس واش كندير راه غادي غير شويه نفوج هذه قالت لي مرحبا جات لي طوموبيل تنعقل داسيا بيضاء داسيا لوغان بيضاء 2021 موديل باقي خديتها اخويا قعدت مشيت سافرت تفوجت مزيان قعدت 3 جوغ مع 2 جوغ العيد جيت جلس معاهم ديك اليومين 3 ايام تنخرج مع الدراري ولاد بحكمه غادي تنعقل العيد بلتني وليلة 27 السبت ولا الجمعة يا ربي ما السبت ما عقلتش المهم أنا الجمعة غندير السيدة الطوموبيل السبت عيطوا لينا شي ناس تنديروا الأمداح والسماع والمديح عيطوا لينا شي ناس في بن سليمة إكزاكتومون فلان وي راه بغينا نديروا ليلة 27 وهادي واحد لاسوسياسيون بحكم فاعل جمعوي الله يرحم باك وكذا قلت لهم مرحبا تفاهمت أنا وياهم صافي أنا عندي الطوموبيل لا طلقتها غنتصيد كيف عيطت للسيدة قلت لها أختي قالت لي هو كلا طوموبيل راه تبقى عندي راه هي جاتني واحد لافير غدا حتى لحد نجيبها قالت لي لا قلت لها علاش قالت لي غتخليها حتى الجمعه الجايه او لا عفوا حتى الاثنين الجاي لا علاش قالت لي راه العيد دابا وهادي حيت العيد الاثنين وهادي ما خداميش يعني سير قلت لها ماشي مشكل قلت لها واخا نعطيك اون افونس حتى نكمل لك قالت لي ماشي مشكل يعني في لو مونطو اللي غنحط ليها ديك 3 جوغ لي واحد قبل لك نخرجوا حاط ليها 1700 درهم ما بين 1700 حتى 2000 درهم حتى هذا اسبس يعني بقات واحد البركه ديال 1500 متر قلت انا نخلي باش نتحرك مازوت ديالي وهادي الطريق ما تعرفش كاين
مشيت قضيت لي زافير، درت درنا الامداح ديك الويلات ديال الدراري معايا، جينا رجعنا فطرنا مع ناس تما تصحاب الله الدار المهم نوض تخرجت الدور تفوت شويه مع الدراري ديال العيد، دوزناه اثنين ثلاث الاربعاء الخميس الجمعه في العشيه الاشاره فقط رمضان ما دوزتش معاهم اخويا في الدار بحكم الصداع والمشاكل والزوينه وكذا، داك حرق الراس حيت مشاكل تنقول بحال هذه وداك الشيء ماما جات يعني ما زيدين فيه وتيشوفوك زياد القدام ودير شي حاجه زوينه تلبس شي حاجه زوينه تحملوك شي خيبه تكون معاك صريح يعني شي تتبان عليك الحاجه وما كتبينش الفلوس كتخبي ما يحملوكش صريح العباره يعني كدي بحال كدير شي حاجه خايبه الانسان كيفرح لولادو باش كيمشي يجي يلقى ولدو كياكل بفلوسو شي حاجه زوينه يلبس زوين هادي فهمتيني غادي فواحد الطريق زوينه هادو لا تيقول لك لا داكشي ما خصكش دير خصك تجلس للاط وبحكم قالت لي فوشي انا غنكمل لك دابا الصوره تشوف كيفاش ديالت انا اش سيدي ديك الجمعه اللي مور الجمعه ديال العيد اخر الحومه كان بلاصه الطوموبيل انا بلاصي انا بحكم داك الصداع وداك المشاكل وهادي ما بغيتش ندخل بيني وبينك واقف في الحومه واحد صديق سد عليهم الباب في ديك الدجه اللي وقعت دي سدد الباب غيمشيو ياخذوا بينسى من عند ماني الدار تحلي من الوالد تلقاني واقف في الباب مع داك السيد نظرا صديق ديالي فين كنتي وا با 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 با. لا شوف شوية عليك راه شنو راه الطوموبيل حطيتها هذيك الطوموبيل المشاكل كذا خصك تمشي خصك تحيد انت كطير غدير غتفعل غترك لا ودي هذيك الله نروح الطوموبيل برزقي بوريقاتي هادي نحرك عادي راه اثنين ان شاء الله درت مع السيده غنرد لها المراه ما خدامينش قالت لك سيدي لا والو هذيك الطوموبيل يا ويلك حل العيون اليوم غتمشي ليا الجمعه قلت لها الله يهديك قالت لك والو قلت لها شوفي انا لا كنتو نتوما مصرين انها غتمشي اليوم انا كلمتي كنقول ان هذيك الطوموبيل غتمشي اثنين وجربت طوالكم انا السلام عليكم باش ما نغوتش وما ندير شي حاجه زنقه لان عارف راسي كنت ستريس معاهم تنولي اخويا غير في صداع وفي مشاكل زيد الطوموبيل ديما راه يسخ خويت الحومه كيصيفطوا ليا اسمع هاد القصه كيصيفطوا ليا واحد من الحومه اللي ما ساكنش تما كان ساكن ديجا وجا غير زياره في ديك الحواشر كيصيفطوه مع صيفطوه مورايا حيت تقهوى معايا البارح كان في الحومه ديك الايام بايت مع شي ناس وهادي تقهوى معايا صيفطوه ليا علاش حيت عارف ان القهوه فين تنجلس جا عندي بقاني ربي العالم بيا راسي غيطردي مالك مالك قلت لي خويا يخليني والديا الراس والعين خليت نتفش وغنمشي قال لي لا وعد عاد قلت لي الشريف ينجي بقى عليا بقى عليا بقى عليا جا هو مراته بطوموبيلته قلت لي دابا شنو بغيتي قال لي غتمشي وغنقادو بيناتكم وهادي راه باك هذاك بقى عليا ديك الصباغه الخاويه قلت لي واخا سيدي فين جيتي ديما راه طوموبيلته سبقني ومراته انا ديما راه الطوموبيل ديك الصياره تبعجو كنوقف على برا ديال الزنقه نمشي لداخل بلاصه طوموبيل في الداخل ورجع ركب معايا خرج من الزنقه ركب معايا زدنا واحد نقول لك ما كاملاش 600 متر و 800 كاينه اون اجونس ديال الترام جديده يلاه تحلات فوق منا البلاصه انا واقف فيها بلاصه طوموبيل واقفين فيها فوق منا كاميرا واحد انا جوج ديال البوليس جوج ديال البوليس كساويه ما ضواقلي ديك لحظه اخويا بدر ايا هو داك السيد اللي معايا في الطوموبيل داك الصديق العزيز يهز دوك لي ناكس عزك الله يقول لي غنقضي غير واحد الغرض نجي فديك فداك فداك فديك الفتره غيبان واحد الفيلم هندي شينوي المهم ميكس ان داك البطل ديال الفيلم غيخرج لي هو الاب ديالي وغيدفعني واحد لي السيروت ديال الطوموبيل حيد لي عنفا وعدوانا ها ماكا تحيد لي سر الطوموبيل ثق بيا نقولها لك ان ديك الطوموبيل اخويا كان فيها حياتي كامله كامله كارت ناسيونال تليفون الصرف الفلوس 5000 درهم في الكوفر في واحد الطوني ماتيريال تو سكي ماتيريال ديالي حوايجي بحكم كنت مسافر من ديبلاسي كلشي فيها واحد الكريسي ديال البحر ما تو سكي حاجه كتخصني انا وريقاتي الشاك ديالي لي ديبوم كلشي 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 اي حاجه كتخصني بحال سيدي ربي عالمني راه غتوقع شي حاجه غيزو صافي غيزو مرة غتوقع شي حاجه وخويا انا شاسي جا بقيت يدفع هادي ما بغيتش نعطي الساروت انا واقف بتيشيرت بسروال وسبادري صافي هادشي باش واحد
واحد الكورميط كانت في يدي هادشي لي صافي غيحيد لي السيروت وغيديماري الطوموبيل وغيديها شاد الحكرة شاد شي شباب لاخر شدني قلت لي يطلق مني ديك الطلقه اللي غيطلق مني كنجري انا طاحت في بالي حاجه وحده انه هذا الطوموبيل انا عارف ولا داها ما غيعطيش ويكس معايا وغيزيد وكذا كذا 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 وغندولي في مشاكل وغنصدق داير شي مشكله اللهم انا غنحضر راسي وغنزيد قدام دوك البوليس بديت نبكي زدت اخويا مشيت للكوميساريه السلام عليكم وعليكم السلام اش واقع اش واقع اش واقع اش واقع اش كتقول اش كاين سير للبلاصه فلان فلان يا سيفطوني وصلت مع 11 الله ربع لقيتهم غيسدوا السلام عليكم وعليكم السلام فلان وي ها البطاقه ديالي الله يخليكم اش واقع اش واقع اش واقع شنو ممكن ندير في هذه الحاله دفع دعوه للمحكمه قلت لهم واخا شي حاجه من غير دعوه للمحكمه اللي تقدر تعتقني انا في هذه الحاله راه السيد ما كيعرفش يسوق وفعلا بحكم عنده طوموبيل اكس كيعرف يسوق كلشي شاده فيه الجميع يعني في حاله ديك الحاله ديال هز طوموبيل ماشي بسميتو خويا بدر وتقاست ولا ضربات ولا شي حاجه ما يطيح في مشكل السلام عليكم وزاد كذبه على كذبه انه تيقول لهم راه دارك سيده في الطريق وبيني وبينك اللي دارك سيده في الطريق واش غيتفكوا معاه طوموبيل اوكازيون فاتو ني باينه انا ديك الافلام ديالو هاد صافي تفرشوا ماينش اسيدي مش عندهم قلت لهم اش كاين اش كاين البوليس البوليس الصباح اجي فعلا الصباح جيت ومن داك النهار هو مجري عليا فعلا مجري عليا يعني عنفا وعدوانا عاوتاني وتنبات عاوتاني شهرين ونص ما بين العيد الصغير حتى قبل العيد الكبير بشي شهر تقريبا المهم ما كاملش الشهر شي 20 يوم ما زيناش فهاد البيريود داز عليا خويا العذاب تنبات في الزنقه تلقى ملبس عاوتاني بحكم تيشورتا سروال كنت كندوش عند صاحبي عندهم مراته مسكين وهادي النهار ما تتكونش عند دارهم وتيعيط ليا اجي خيم هادي تندوش عنده الحوايج ما عندي الكارت ناسيونال ما عنديش فديك البيريود دو فوا كنمشي للدار تنبكي الدم على الوالدات نقول لها عافاك عطيني غير كارت ناسيونال عطيني غير كارت ناسيونال هزها معايا ونخرج لا انت ما بغيتيش تاكل الدواء احمق انت كدير انت كتفعل انت كدير المشاكل انت يعني هنا نبين لك انهم شنو سكتوني باي طريقه سامحني باش اخويا وصلت لهاد الحاله وما بغاوش انا علمني الله سبحانه وتعالى ربي كبير طيح لي حاجه وحده انا باش ندخل للدار غنمشي غنقلب في القنات على حاجه وحده شنو هي كارت ناسيونال ديال الاب ديالي فوتوكوبي حكم تيحط الوريقات عارف كي يحطهم مشيت لها ديريكتو مشيت لقيتها فرحت درتها في جيبي خرجت واخا كليت شي سبان وشي معيار وكذا 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 هذا غير النقاب اخويا الناس قال تيقولوا تيعرفوا بينهم اللي خلقهم جيني ازيد شويه تيهمنيش قديت غارات خرجت تنبكي في ديك الليله بعيت في الزنقه وليالي هما داك الشهر تنبات في الستاسيون قررت تاكل مره ما تاكلش المهم قطع بيك الحبل بالمزيان وما عندك حتى واثقه باش تخدم انا معاك قطع بيك الحبل ستابيليزيت وليت تنبات في داك الشيء قرني الصغير واحد اللحظه كنمشي عند واحد اكس في لافامي وتنجلس معاه سوق طابل وتنعاود ليه سبني صبطني قال لي علاش ما تقولهاش لينا وحنا وكذا وهادي وندخلوا قلت ليه الله يهديك راه شنو كاين قال لك اسيدي غير يجي يقول لينا حنا فعلا باش ندخلوا ما بغاش الحمد لله بعدا عندي واحد الدار مورايا انهم طاكين عليا هما عارفين داك السيد صافي تفروح حيت ما بغاش تقول لي عطيه للسيد وراقه لا السيد انا ما عنديش تيكذب ما عنديش بحال هكا حكم رجال في لا فامي اللي كبار صاحبي كيسبو مون ابل تيعيطوا ليه يعطي لولدك وراقو عطيه له هذا عطيه باش يخدم عطيه باش يترزق الله علاش مجري عليه ما مجريش عليه وانا عارف داك الفيلم وداك السيناريو ديالو شنو يقدر يوقع الا مشيت والحمد لله ربي نجاني انا جا سيدي بقيت على داك الحال ستابيليزيت عند دوك الناس ديما في لا فامي الله يجازيهم بخير في الدار كان بات واحد البيت في الصح مني سيدي ربي المهم معاو شي ولادهم وهادي الحمد لله اللهم لك كي داكشي اللي قسم الله شربت ارتحيت عندي تيشيرت وسروال باش كنت كنبدل ما بجوج تيشيرت وجوج سروال تندوش تنبدل وتنوض تندبر فلوس ترونسبور وتنخرج تنقلب الاخر ما عنديش لاكارت ناسيونال شويه قلزقه مشيت لديك الكوميساريه قلت لهم الله يخليكم بغيت نصاوب لاكارت ناسيونال بالجمعه عاوتاني قسما بالله ربي شهدي قلت لهم شنو خصني قال لك اجي يا ولدي راه الريكلومون ديال لاكارت ناسيونال الوريقات راه تبدل قلت لهم شنو كاين قال لك شوف لافيش بقيت فيها لاسين
ديال الاب ديالك بلاص بي ديالك ورقه الموت يعني. الحمد لله المساله انا ارتحيت حيت الوريقات باش نصاوب لك قد كيني يعني لك رد منات اللهم لك الحمد. مشيت اسيدي دفعتها قديت الامور قديت الوريقات بحكم عندي ديك الكوبيه سين ديالو مشيت قديت بها لا في غدر ديك لا راسون بير انا بحكم طايحه ليا صافي وقديت لا في حديت لك كاكتاسيون لي وتستمر ولا غير اسمح لي جمال ما تبقى يكون باختصار لان مازال جوج قصص اخرين متهومه والناس باش يمشيو تسمع. مرحبا الا كان ممكن. مرحبا 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 دابا راه قريب ان شاء الله ما عليناش اسيدي هي هذيك. المهم خديت لك كاطاسيونال نهار على نهار نهار على نهار تيستدعوني في كوميساريه جوج مرات. المره الاولى بغينا نفكوا معاك هاد المسائل وحدي ومشيت الله يجازيهم بخير استقبال هذه في الاول تعيط لهم حكم عطيتهم نمرتو تعيطوا ليه راه هذاك السيد راه حمق هذاك راه ولدي وحمق وتيسبنا وتيدير تيفال انا دغني غفو جيت حضرت سير بلاص وكتسوني في بيرو وهو في بيرو حتى وكان سمع فيه تيكذب ربي شاهدوا العواسر هذه تيقول لك انا تنصرف عليه وهذاك ولدي وحنا باغيين ليه الخير وكذا وراه حمق ورا كذا ورا تن كذا وكذا وكذا الى اخره هو تيبقى يسب فينا تيدير فهمتيني. المهم شي حوايج اللي كذوب في كذوب فونكات تحط فونكات مال الله يجازيهم بخير الجديد انا غاتكلفوا بهاد المساله وما عرفوش دفع شي دعوى للمحكمه ولا ما عجبك شي حكم شنو دار تما شي تخربيقه انا ما عرفتش اخويا حد الان ربي اللي كيعلم ما عليناش. من تما غيهزوني بصطافات ديال البوليس بحكم عارفين انه شويه ما عتقوش فيه وهادي هزوني بصطافات ديالهم داوني لذاك المستشفى ديال الامراض العقليه النفسيه حطوني قالوا لي قالوا لي فوجي قالوا لي سير هضر على راسك يعني برا راسك عرف هضر يدخل اشرح لهم مشكل راه انا ما مريتش فعلا جلست مع الطبيبه اشنو كاين اشنو كاين فين راه ما السيد راه شنو داير واشنو اجراني كيدير هادي صافي تما غيخرج استفتني الطبيبه تقول لي سيكس لاكي انا واحد الشبيره نعطيك ورقه فعلا عطاتني ورقه قالت لي سير كونسومي هادشي بحكم هما باغيين عيطت فيك وانت راك عارف اخويا تيبغيو يكركبو الناس يعني ما عندهمش الضمير دوك الناس تيعرفوش الحاله ديال النفسيه والشخصيه ديال الواحد عطاو له ورقه قالوا ليه الدري خصو يمشي ياكل داك الشيء يمشي يرجع باش يغوت ليهم تما والو ما يخرجش. تخيل معايا انا في ديك اللحظه اقسم بالله الخلع اللي شادني تتخيل معايا الناس اللي مرحبا مساكن بصح شنو اللي مسناس لا صح كيدقول لهم لي باري عرفتي باش داك الديكو لحد الان باقي خاطري خاطري قلبي تيترعى هذا صح تينو تيغوت ليهم تما والو ما خصوش يخرج دار حمق. تخيل معايا باك باك في هاد الوقت كيطيح معاه ويبدا يغوت وينكرك تخيل معايا عرفتي كون تحت تما وبشهاده ديالو مشيت اخويا ربي شاهد عليا لحياتي نموت انا استغفر الله العظيم ولكن الحمد لله ربي فوق الجميع فهمتيني اللهم لك الحمد. المهم سيدي بقى ليهم شحال تما ما بغاوش. المهم اش نقول لك واحد اللحظه ما عرفت شنو قال لهم ديك قول لي واحد البرا اللي شللاتني في 5 دقائق ما كاملاش وبالعنف عاوتاني بغى يحيد لي التليفون اللي ما كانش عندي وخذاتو لي واحد السيده اكس من لافام الله يجازيها بخير بغى يحيد لي وريقات عاوتاني بغى يحيد لي لاكارت بغا ولكن حاولت نقاوم وشديت داك الساك في يديا هزني في طوموبيلتو داني للدار شروايطه وما قادش اي بزز ومشيت اخويا ودفع لي شاك اون بليس دو تدفع لي شاك فيه ميل لي غام باش يطلع لي ان سيدو باش نتسمى بجوج حوايج انني كنلعب بالشاكات وانني يعني شنقول لك تنكري طوموبيلات تنمشي وكندير بهم مشاكل يا سيد فيت. مشيت لحوني في ديك الدار هي دارهم اللي يدارو ديال البار هذه لاحيت فيها اخويا بقيت فواحد البيت تاع ديال 24 ساعه تفقت من داك البن جديد داك الزبل اللي عند جوجل ليا تنفيق تندوش كترجع الحياه لمجاريها الحمد لله بشويه بشويه خدمت على نفسيتي بشويه عاوتاني تقعدت ولقيت واحد الخدمه المهم يستر فيها الله سبحانه وتعالى هذه راه مستقرين بواحد المدينه اكس وهكذا دواليك اخويا تعكس لي بزاف الامور كنت باغي نتزوج ما خلاونيش ما شنقول لك وكان شنقول لك النفسيه النفسيه انا شخصيا نفسيه ولكن اللي بغيت نشير ليه عافاك اليوم الاباء بالاخص اللي عندهم وليدات الله يرحم الوالدين اللي بغى يتزوج وبغى يولد يمشي شنقول لكم يكون واثق من نفسه وحامل واحد الرساله من الله سبحانه وتعالى انه باغي يربي وليدات ماشي باغي يتكرفس عليهم
وعافاكم من نصيكم وصية أخرى اللي مريض ولا عنده شي مرض نفسي يحاول يمشي يدوز عادي يفكر في الزواج في الأولاد وفي هذه وفي هذه وفي هذه. لأن علاش بغيت نبين لك هذا الشيء اليوم؟ لأن أخوي ذاك السيد اللي هو هذاك الأب ديالي اكتشفت أنه مريضنا الثانية حكم شي حوايج ذكروا لأن تخلوا عليه والديه فهمتيني وعاش واحد الحياة وذاك الشيء بحال بغى يردوا علينا فهمتيني. إيوا واش نقول لك أخي جمال ليلى نتمنى كل شيء دايما لنا مع جمال أي واحد يتفرج كل شيء الله يسهل دابا حياتك كي دايره مزيان خويا سامرش استقريت بحكم في ديك المدينة إكس خدام واحد الخدمة غتسالي في المواصلات المواصلات إن شاء الله أول إن شاء الله تعالى أنني غنرجع نرجع للدومين ديالي بحكم غطيح لي واحد البركة نرجع للدومين ديالي وغنرجع مازال عندهم الدار إن شاء الله مي حاط الاحتياطات ديالي أخويا وغنمشي نشوف شي بنت الناس ونتوكل على الله بحكم هاد المسألة عكست لي في الزواج بحكم بحال وحدة كتصارحها وكطيح معها شي غطاب كتقول لك لا سمح لي ولد الناس احنا عايشين عايشين اخويا هذا العذاب الاليم شنو قلت الله يصاوبني الله يفاجئ عليك اخويا جمال وكنشكرك بزاف لانك شاركتي معنا القصه ديالك نتمنى كاملين الناس يدعوا معك شكرا لك خويا الله يخطيك اخويا شكرا بزاف شكرا لك انت وشكرا لك على الاستضافه وشكرا لزادمين كامل